السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على برنامج فري كاد. برنامج فري كاد برنامج اوبن سورس، بنلاقي فيه ان هو بيرسم حاجات كتيره جدا. يعني ممكن اقول له مثلا انا عايز ارسم قرش، فتلاقي الزراير جت في حاجات قرش زي مثلا وول، ارسم وول. ممكن ادوس على كنترول عشان ارسمه في زاويه 90 او زاويه 80. وممكن بعد كده ترسم structure object، ممكن ترسم الحاجات اللي خاصة بالمباني. ممكن أقول لأ أنا مش عايز قرش، أنا عايز أشوف أرسم درافت لرسم يدوي. طبعا بتلاقي الحبة تختلف معاك، الحاجات اللي هي بتساعدك في الرسم بتاعك. ممكن اقول له انا عايز ارسم دروينج، لا بدل ان هو يعمل لي سناب بدل يجيب لي الحاجات الخاصه بالسناب. يعني تلاقي فيه ان هو فيه اوامر كتيره ومختلفه، ومجرد بس ان انا احدد ايه الحاجه اللي انا هشتغل فيها. بارت مثلا، تلاقي الادوات اللي خاصه بالبارت، زي ان انا ممكن ارسم مثلا مكعب، ممكن ارسم شكل اسطواني دائري. ممكن اعمل امر ريموف مثلا، او اعمل اكسترود زي ما انا عايز. تمام، فبرنامج ميزته ان هو اوبن سورس ومجاني، وان انت هتلاقي فيه شرح كتير ليه على النت لو انت عايز. اتمنى ان احنا نجرب البرنامج ونشتغل بيه، هتلاقي ان هو فيه مزايا وسهل الاستخدام.